السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع كويس جدا بروفينج جراوند، بيدينا أمثلة على استخدامات الداينامو جروس هوبر، وبيدينا حتى أدوات مجانية نقدر نشوفها. ودي صور للشغل على سبيل المثال، مثلا أو يقدر نديله معادلات معينة بحيث إن هو يدي ألوان معينة للمبنى حسب كفاءة استخدام الطاقة مثلا. طيب خلينا نشوف أمثلة على الموضوع دوت. ده شكل معين، وانا ببدأ اديله خصائص اعدل فيها فالشكل يتغير. عندي ملايين الاشكال، سهل جدا ان انا اعدل في قيمة في رقم في شكل معين يبدأ يجيب لي اشكال جديدة ما كانش على البال، حاجة زي كده مثلا. تمام، ممكن مثلا كوندت، ودي فايدة البرمجة مع البيم. كل بسهولة بتغير قيم بيبدأ يتغير الأشكال زي ما تشوف.